لا 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 شكي 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 شك لا 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 شكي 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 الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل مواضيع قفل 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 ما اخيرا اخيرا شم النسيم جه وانا في البيت لوحدي وانا في البيت لوحدي رنجتي بقى وفسيخي بقى وسرديني بقى وحاجتي ولا حد يقعد يطب عليا ولا حد يقعد يقول لي ما اعرفش جبت ايه ولا حد يقول لي عملت ايه انا عيش حياتي يا ريتني كنت في جنينه كده في هواء طلق هواء هواء طلق وانا كنت عايزه اعيش في حياتي كده في هواء طلق كده والجنينه والحاجات اللي احنا بنشوفها يا رب لو جايباها المره دي سبيشال اوردر بوليس ده ولا ايه ده انا لسه ما فتحتش هار ازرق ومنيل مين اللي جاي ايه في ايه سيد سيد هيكون يعني ام الخلول ازيك يا سيد مالك في ايه اصلك مش عوايدك ده ساعه لسه ما جتش 12 يا سيد ايه ده انت خدت نص يوم اجازه النهارده على حظ خدت يوم اي نص يوم اجازه الحمد لله يا سيد احنا منورت البيت قلت اجي افطر معاك اتغدى معاك دلوقتي يا الساعه 12 يا دي حاجه لا ريحه ايه يا سيد ريحه ايه يا سيد انا بعمل الفطار لسه يا ساتر ايه الريحه دي سيد في ايه ريحه ايه ومش ريحه انت داخل انا لسه ماسحه الشقه والجردل المحطوطه اهو جايبه بتاع حتى مستر ماسس وماسس ايه لا انا عندي احساس ان في ديناصور ميت في البيت سيد لو سمحت لو سمحت ما اسمحلكش ما اسمحلكش اسمحليش. انا لسه النهارده ايه يا سيد ايه ده قلتيلي بقى النهارده شم النسيم يا سيد شم النسيم وده اسمه وده نسيم بقى عشان يتشم ده مش شم النسيم خالص انتوا يا سيد انتوا ما بتحتفلوش عندكم في الجزائر بشم النسيم بنحتفل بس مش بالدنياصور الميت ده لا يا سيد احنا عندنا في مصر اللي ما بياكلش رنجه وفسيخ في اليوم ده بيسحبوا منه الجنسيه يرضيك ان انا يعدي اليوم ده انا جايباه من مصر يا سيد جايبه كل ده يا دوبك برطمان كيلو ونص وانا اللي سايب شغلي وسايب الاكل والهنا والملذات والفلذات ملذات عشان اجي افطر معاك ولاقي ده ما انت ربنا بيحبك والله العظيم ربنا بيحبك ده انا جايبه لك سبيشال اوردر من غير ريحه سبيشال اوردر من غير ريحه كمان كل ده من غير ريحه امال لو كان بريحه كنا عملنا ايه تخيل يا سيد لا ده سبيشال اوردر ده من غير ريحه يا سيد والطعم بقى كهرمان اقسم بالله كهرمان انا مش عارفه ليه يا سيد سبحان الله هو انت مظبط اجازتك على اكل الفسيخ والرنجه بتاعتي يعني المره اللي فاتت كنت واخد ما اعرفش اسمها ايه النهارده واخد اسمها ايه ونص يوم اجازه خش يا سيد انا جاي افطر انا جعان جعان بص يا سيد ايه بس ونيلي ايه بس يعني الحمد لله ايوه ظبطت الترابيزه ليه الراجل متعاون انا هاكل البطاطا دي في جبنه معيز على فكره معيز والله جميله بعشقها جبنه معيز ودنيا سور ميت احنا في حديقه الحيوان سيد ما تغلطش في التراث بتاعنا تراث ايه بس الناس التراث بتاعها ثقافه علم اثار لا احنا ما تخشش قصادنا في الاثار ده احنا من كتر حبنا في الاثار بقينا نسمي عيالنا اثار والله لو كنت جبت بنت كنت سميتها اثار بس يلا الظروف بقى ايه رايك يا سيد يلا دوق يا سيد السبيشال اوردر ده وانا جايه احط الكيلو ولا لا خليه ينزل على مراحل فين اللي والله يا سيد كان نفسي اعمل لك اوردر عيش بس ما فيش للاسف ما بيلحقش يجي من مصر بيخلص في السكه الطيار وهو جاي بيبقى جعان شويه فبيطلع يتسلى فيه خد يا سيد شوف العيش اسمر اهو زي بتاع مصر ما شاء الله خلص بقى ده ونخش بقى ايه بص دي يا سيد فسيخ مخلي ده فسيخ مخلي انا عامله لك سلطه علشان تاكل وتتلذذ ماشي دوق كده يا سيد كده وقول لي ايه رايك شادي جه يا شادي اعمل لك سندوتش رنجه ده ايه ده دي سلطه فسيخ سلطه فسيخ وده ودي رنجه وده بقى ايه
ده سلطة يا سيد، انت فقدت الذاكرة ولا ايه يا سيد؟ فين السلطة؟ اهي البصل والخيار وال بصل بصل وفلفل وخيار. ده بتسموه سلطة؟ اه. مفيش طماطم؟ لا الطماطم غلط مع البتاع، بتنزل مية فبتخلي طعم الرنجة، استغفر الله العظيم يا رب طعمها يقرف. وبتاكل معاها بطاطا كده؟ اه لازم. ناكل بقى، نخلع بقى الايه؟ الايه؟ الكلابز ده؟ انا بحب اعيش حياتي. حتى شغل تاني ولا ايه؟ يا سيد رد عليا يا سيد، هو انت راجع الشغل تاني ولا انت واخد كونجيلاتور النهارده؟ يلا فاتك نص عمرك والله. الحمد لله اكل انا عيش حياتي. محظوظه محظوظه، ما اخدش كونجيلاتور غير وانا قاعده باكل الفسيخ والرنجه بتوعي. يا ابني من ناحيه والله العظيم حاسه ان انا منظوره في الفسيخ والرنجه. اه والله ناس من حد يجيني، يا اما بلس يعدي عليا، يا اما حد يرمولي من الشباك. مفيش مره حتى ما فيهاش جبنه في المعيز. خايفه تنسى عمرك انت يا سيد والله. تاكل ايه؟ اه عقبال الكنجلاتور اللي جاي بقى ابقى ظبطه واعمله كتير برضه.